هل يحق للمرأة الأرملة أن تضع زينة على وجهها كالكحل مثلا؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. إن كان قصدها بالأرملة المعتدة من الوفاة في مدة التربص التي ذكرها الله بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه عدة الوفاة، ويحرم على المرأة فيها التزين سواء بالحلي أو بالأصباغ أو غير ذلك، فلا تتزين المرأة ولا تلبس الزينة في هذه الفترة، كذلك لا تتطيب ولا تكتحل الكحل الذي يتخذ للجمال، ولها أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة، أما الاكتحال والخضاب وأنواع الزينة المستحدثة الآن التي تتجمل بها النساء من المساحيق وغيرها، وكذلك الطيب بأنواعه، كذلك الحلي بأنواعه، كذلك الثياب الزينة، ثياب الزينة بأنواعها، المرأة ممنوعة من هذه الأشياء مدة العدة، وهذا ما يسمى بالإحداد. الإحداد مدة العدة وترك الزينة وهجر الزينة، يعني تتجنب كل ما يرغب في النظر إليها من أنواع الزينة والطيب والتحسين وغير ذلك، كما أن عليها أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلى أن يبلغ الكتاب أجله، ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي. أما إن كان مرادها بالأرملة غير المعتدة التي خرجت من العدة لكن ليس لها زوج، فهذه لها أن تتزين وأن تتجمل، لكن أن لا تظهر هذا للرجال الأجانب، وإنما تتجمل وتتزين في الأحوال التي ليس فيها فتنة وليس فيها تعرض للرجال الأجانب، أما مع الرجال الأجانب فيجب عليها إخفاء زينتها وستر نفسها. نعم، شكرا الله لكم.